بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة أحبائي في الله بيتكلم على أي بناء عشوائي أو مخالف ستزيله الحكومة فورا. طيب أحبائي في الله، قبل ما نشوف الموضوع بالتفصيل ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. مصدر الخبر أحبائي في الله المصري اليوم. طيب تعالوا كده واحدة واحدة أحبائي في الله ونتعرف على التفاصيل ونشوف الدكتور خالد قاسم بيقول إيه. قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الهدف من قرار وقف البناء في عواصم المحافظات لمدة 6 أشهر يأتي من أجل مراجعة كافة الاشتراطات البنائية وعوامل الأمان والحفاظ على النسق الحضاري للمدن. وأضاف قاسم خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأي بناء مخالف أو عشوائي، وتابع أي بناء عشوائي أو مخالف سيواجه بالإزالة الفورية. وأكد أن المباني التي حصلت على ترخيص بناء لن تستكمل أعمالها إلا بعد مراجعة قواعد السلامة والمهنية فيما يتعلق بطفايات الحريق والحماية المدنية وباقي الاشتراطات البناء، مضيفا قبل صدور القرار تم التنسيق بالفعل مع وزارة الداخلية من أجل تطبيقه. طيب ده كان خبر النهاردة أحبائي في الله بخصوص البناء أو بخصوص مخالفات البناء. شكرا أحبائي في الله لحسن استماعكم، ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ورجاء رجاء ادعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله.